بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رمضان الكريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هناك أمثال شعبية يتداولها الناس وأقوال في حياتهم اليومية ذات معاني شنيعة جدا وغير مقبولة، منها ما هو حرام ومنها ما يصل إلى درجة الشرك والعياذ بالله. دعونا اليوم نأخذ من هذه الأقوال منها ما يستخف بالجنة والنار. مثلا إنسان يكره إنسان فيقول باللهجة العامية: هذا لو بالجنة ما أريد أبقى وياه أو أشوفه. هذا الكلام يكون استخفافا بالجنة، لا يجوز، فنحن مأمورين أن نسأل الله دائما بالجنة. هناك مثلا أو قول يقول: نحن مأمورين أن نسأل الله الجنة دائما. وهناك استخفاف بالنار، ولعل هذا أعظم. مثلا إنسان يقول لما ينفي أمر ما يقول باللهجة العامية: حتى لو الله يدخلني النار أسوي هذا الشيء أسويه. وهذا تحدي لله سبحانه وتعالى بعدم خوفه من الله تعالى ومن النار. فالواجب علينا حفظ ألسنتنا مثل هذا الكلام وهذه الأقوال، وعلينا أن نحذر الحذر الشديد من هذه الأقوال ومن هذه الأمثال. سئل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يؤاخذنا الله على ما نقول بألسنتنا؟ فأجاب الرسول: وهل كب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الجنة دائما وأبدا. رمضان الكريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. انتظروني في الحلقة القادمة ومثلا جديد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.